لكم الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مشاهدينا الكرام، لا شك أن لكل عمل كبير بنود مجهولة، وهذا العمل الكبير كان الجندي المجهول فيه الذي يعمل في صرف داود ويتصل بجميع الأطراف ويصر على أن تكتمل هذه الأمسية على هذه الشاكلة الرائعة. وقدم لنا الدعوة في قناة الرحمة الفضائية، وقدم الدعوات السادة الأعلام والسادة القراء والمنتهين والمتحدثين، وأصر على حضور حبيب أهل القرآن معالي السيد الأستاذ عبد العزيز عمران، وأصر أيضاً على حضور السادة الكرام من رجالات الدعوة من الأزهر الشريف. كان البطل في هذه السلسلة المتواصلة هو فضيلة الشيخ الدكتور رزق سعد السفر، عالم القراءات الشهير المعروف وأستاذ القراءات بمدينة المحلة الكبرى، ولا أبالغ حينما أقول هو أستاذ القراءات في العالم الإسلامي، ويدرس القراءات على شبكة الإنترنت عن بعد لحفظة قراء القرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يشفع به فيه وبعلومه في الدارين آمين. السادة الكرام، ألا إن لكل مجلس فاكهة، وألا إننا بيننا فاكهة محببة إلى القلوب، تأخذ القلوب لتطير بها إلى السماوات العلى. عارف من علماء التحدث في مدائح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أستاذ من أساتذة النمل في الابتهالات الدينية، عرفته إذاعة القرآن الكريم منذ زمن بعيد وهو صغير السن، لكنه في مقامه وبصوته كبير يحرك في الآفاق بصوته، فيعلو بالناس ويطير بهم على أجنحته لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تحدثت في هذه المقدمة عن المبتهل حبيب القلوب والمحبب إلى قلب الشيخ العالم المعروف محمد عبد القادر أبو سميع، المبتهل بالإذاعة والتلفزيون العربي والمصري، فليتفضل المشكور. عليك يا شيخ محمد، افتح عليك. Ah.
Yeah.
حسن